ألغت محكمة التحكيم الرياضي قرار إعادة مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للكاف لعدم الاختصاص. المحكمة رفضت كل المطالب التي تقدم بها الوداد، منها تتويجه باللقب، وفي المقابل أكدت استمرار النظر في المطالب التي تقدم بها الترجي. كما أعادت المحكمة صلاحية النظر في مصير نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى الأجهزة المختصة في الكاف على أنها ستصدر قرارا نهائيا بشأن مطالب الترجي لاحقا يأخذ بعين الاعتبار قرارات الكاف. بلغ بازل السويسري الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا بفوزه إيابا على ضيفه بي إس إيندهوفن بهدفين لواحد، معوضا خسارته ذهابا بهدفين لثلاثة. تأهل توتنهام إلى نهائي كأس أودي الودية بعد فوزه